تدخل. الله على الاستلام، الله على روما، مستحيل مستحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طبعا إحنا عندنا مباراة اليوم بين الاتحاد والتعاون، بين المتصدر وبين المركز السابع، وطبعا فريق المركز السابع اللي هو التعاون عنده استعداد انه يتعادل معاك، لو طلع معاك بنقطة هو الكسبان، لكن الاتحاد هو اللي هيخسر. عشان كده احنا نبغى المباراة هذه مباراة مرجلة، مباراة قوة، مباراة متصدر، ما نبغى تهاون، ما نبغى ضياع الفرص، ما نبغى ما يكون في تركيز، ما نبغى ما يكون في ظهور ذهني. لازم 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 بإذن الله تعالى نخرج اليوم بثلاثة نقاط. أول حاجة، احنا عارفين إنه التعاون آخر مباراة لي مع العدالة، والعدالة فاز، أوكي؟ وعارفين انه التعاون خسر من الهلال وخسر من النصر والفتح، ركزوا معايا، وفاز على ضمك. ولو نرجع لورا شوية راح نشوف انه التعاون تعادل مع الاتفاق وابها والوحدة، ركزوا معايا، نفس طريقة الشباب، مستوى مهتز غير مستقر. أرجع وأقول هذه الأندية الغير مستقرة، أوكي، تخاف منها، لأنه ممكن قدامك تقلب ريال مدريد، برشلونة، ريفال بول، تقلب قدامك أي فريق. ليه؟ لأنه عارف أن أنت تبحث عن الثلاث نقاط، وعارفة انك راح تحارب، وفي نفس الوقت هي هتكون كسبان انه هي تتعادل معاك بنقطة. وشفنا فريق التعاون لما لعب مع الهلال كيف لعب مع الهلال، لعب بامتياز ولكن فاز الهلال، لعب مع النصر بامتياز ولكن فاز النصر، وانا توقعتها والله تعاونية. لعب مع أبها، لعب مع الاتحاد، تعاون يلعب، لكن فجأة إذا جاء فيه هدف أعرف أنه راح يجي الثاني والثالث. ليه؟ لأن التعاون يبدأ يتراجع وإنت الخصم تحس أنه هو ضعيف، فتستغل هذا الضعف والثغرات. التعاون ترى لما يجي فيه هدف ما عنده استطاعة أنه يغطي الثغرات، خلاص تحس انه هو ضعيف، يبدا يتراجع، يبدا يفتح اللعب. هذا اولا، واتمنى تعملوا لايك واشتراك وتدعمني، ترى والله ما راح تتكهرب، بالعكس راح تعطيني دافع انه انا اكمل، وانت تستفيد وانا استفيد، وحتى لو في معلومه خطا ممكن تصححها لي ونتناقش فيها، اوكي. طيب، التعاون عنده عناصر ممتازة ولكن لا تقارن بعناصر الاتحاد، ولكن عنده التعاون عناصر ممتازة. أول حاجة عندكم في خط الهجوم توامبا، توامبا لوحده ممكن يلعب مع الاتحاد، هذا في الهجوم. عندك ايضا اللاعب كاكو، كاكو انا زعلانة صراحة انه هو في فريق التعاون، ولا استهين بفريق التعاون ولا قاعد اسقط عليه، فريق التعاون عنده عناصر ممتازة، ولكن عناصره تتميز في اثنين، الهجوم والوسط. عندنا توامبا، عندنا كاكو، عندنا ايضا قولوا معايا الرشيدي، عندنا ايضا مهداوي، اوكي، واخذ المركز الثاني بعد
طارق حامد، وعندنا سميحان النابت لوحده حكاية. أنا بكلمكم دحين عن الهجوم والوسط، في عناصر ممتازة لا يستهان فيها. ترجع للخلف عندك الدفاع، عندنا زياد الصحفي، وعندنا أيضا اللاعب الكادش أو كادش، ممكن تصححوا لي اسمه، وعندك نالدو. ونالدو لازم لاعبين الاتحاد ياخذوا الحذر منه، نفس طريقة لاعب الشباب اللي هو الصربي، ناسي اسمه، تشاكو فياك أو تشاكو فيك، حاجة زي كده، مشاكس يعني، ممكن يجيب لك يخليك ترتكب أخطاء. أتمنى تنتبهوا من هذا اللاعب. أنا نبهتكم في حلقتي الأولى من الصربي، هو سبب توقف زكريا هوساوي في الأول، وفي الثاني خطأ زكريا أنه بصق، ولكن هو خلى زكريا أنه يبصق. هذا اللاعب نالدو اللي في التعاون ممكن يجيب لك الكافية من الشوط الأول، وهو الكسبان. ولعلمكم أخذ كرت وانطرد في مباراة، والله ماني عارفة، أتوقع مع أبها أو الفتح، ممكن تذكروني. وزياد الصحفي معروف أخطائه، يعني أنت تقدر ترتكب أخطاء على زياد الصحفي ويكون في صالحك، مو تقليل من زياد، ولكن إحنا استبعدناه من كتر أخطائه الدفاعية. يعني الدفاع شربة في التعاون، وأرجع أقول لكم هذا مو تخميت ولا تستهينوا في التعاون، والله العظيم أنا من أمس وأنا قلقانة، هي المباراة المهمة عندي، ده خلصنا منها باقي المباريات سهلة. عندك لازم يكون عندك 18 نقطة على الأقل يا فريق الاتحاد، ويا عميد جيب لي 12 نقطة بس عشان أحافظ على الصدارة، جيب لي 12 نقطة. فعندنا 6 مباريات جدا جدا مهمة، إذا خلصت من 3 الحمد لله رب العالمين، الصدارة بإذن الله. لازم اليوم يكون في لعب مرجلة وشجاعة وقوة وحضور ذهني وتركيز، ويكون عندك حلول، ويكون عندك استحواذ إيجابي مو سلبي، تمسك لي الكورة وتقعد تفكر، لا، عندك حلول زي بانيجا، أول ما توصل الكورة عنده حلول. لازم تسيطر على خط الوسط مع طارق حامد وهنريكي، وتقدر تسيطر على وسط الخصم. الفريق اللي يكون مستواه مهتز زي الشباب زي التعاون، يتعادل ويخسر ويفوز ويتعادل، هذا الفريق لازم تخاف منه، لأنه ممكن يهاجمك يأكلك عشان يتعادل معك، ما هيسلمك المباراة بسهولة. وتقول وقالت بندري قبل المباراة، ما هيسلمك المباراة بسهولة. ولا تعتمد على التحكيم، التحكيم هيشتغلنا ويشتغلك كروت، وهيشتغلك بلنتيات، وما هيرجع للفار، ما هيرجع للفار. هتشوف الركنيات عندك قلت، الكرات الحرة قلت، هتكون بلنتي كرت طرد، ما يرجع للفار، هو الحكم قاعد ياخد شغل الفار أيضا. فلا تركز مع التحكيم حرمك من بلنتي، العب، حرمك من كرة حرة العب، حرمك من ركنية العب، جيب لي هدف، لا تستنى بلنتي، لا تستنى بلنتي. لازم فريق الاتحاد اليوم تطلعوا بإذن الله بالثلاث نقاط، التعاون اليوم هياكلك عشان يتعادل معك. خلصنا من التعاون، نيجي الفريق الاتحاد. احنا عارفين خلاص خطة نونو سانتو وعارفين تكتيكه، ولكن مشكلتنا الآن في الظهير.
ليش؟ قلت لكم في حلقة الأولى انتبهوا من اللاعب الصربي وخلى زكريا ينطرد. نالدو نفس حكاية الصربي مشاكس، ممكن يخليك ترتكب خطأ وتنطرد. أي لاعب وسط ظهير جناح، وعلى فكرة التعاون عنده لاعبين مهددين بالغياب في المباراة الجاية، نفس الاتحاد مهددين لاعبين بالغياب المباراة الجاية مع أبها. هياخد لك أبها وعندك غيابات، واليوم التعاون زكريا مو موجود. أنا ما أقلل من با مسعود، بس والله العظيم ما تعتمد عليه لأنه متهور، وشفناه في مباراة ضمك في رمضان انطرد، واضطر المدرب أنه يطلع العبود ويدخل زكريا عشان يقفل. هل أنت ضامن با مسعود يكمل معاك 6 مباريات؟ لا، لأن أنا معلم الغيب هذا أولا. ثانيا أنا ما أثق في با مسعود بصراحة، ممكن يكمل معايا شوط أول ولكن فجأة يقول لك عين وصباعي طلعني غيرني، طيب أو ينطرد. بعدين مين عندك؟ حمدان الشمراني، وأنا متأكدة مشكلة حمدان الشمراني ليست مع المدرب نونو سانتو. نونو سانتو مستحيل إنه يستغنى عن لاعب عنده ارتقاء، عنده عرضيات، أوبرات، أسيست. صدقوني من يوم ما غاب حمدان حمد الله فقط العرضيات والأوبرات. بندري لا تقول تبالغي، روحوا شوفوا المقاطع، شوفوا أوفرات وعرضيات حمدان الشمراني لحمد الله، روعة. مستحيل إن المدرب يستغنى عن هذا اللاعب، ممكن مشكلته مع الإدارة بسبب العقد. طيب يا إدارة الاتحاد حلي لنا هذه المشكلة، إحنا عندنا 6 مباريات مضغوطين، بعدين لما نخسر الدوري لا سمح الله نقول بسبب الإدارة ما خلوا حمدان يشارك. أمس الكل بيهاجمني عشان حمدان، ليه؟ لاعب مو منضبط؟ طب أقول لكم على حاجة، علاء سعيد نزل بوست بالتشكيلة أو اللاعبين اللي غادروا إلى القصيم، حمدان الشمراني معاهم. كيف مو منضبط؟ حلوها، كيف مو منضبط؟ وبنشوفه في التمارين وبنشوفه في الدكة، طب ليه ما بيشارك؟ أنا أقول لكم، أنا أقول لكم أكثر من رأي، تأخذوا بي أو ما تأخذوا بي، أو خليكم على حكاية الانضباط. مشكلة حمدان بعد التوقيع مع إيغور كورنادو، كان في اتفاق إنهم يجددوا مع حمدان إيغور كورنادو، سمعنا جددوا مع إيغور كورنادو كلنا فرحنا، وبعدين رجعوا قالوا ليه جددوا معاه، إن شاء الله يمشي عشان مستوى. حلوين حلوين، ما جددوا مع حمدان ليه؟ بس اتفاق، هذا اولا. ثانيا ممكن إدارة الاتحاد حطت مبلغ او قيمة في العقد، اوكي، ولكن بعد ما شافت زكريا وبا مسعود نزلت في قيمة العقد، ما عجبت حمدان. انا عندي 2 أظهرة، ليش ادي مبلغ وقدره؟ لكن حمدان مضطر انه يحضر التمارين ومضطر انه يكون في الدكة لا سمح الله في شيء، او مضطر انه يكون منضبط لانه لسه ما خلص عقده، فانا هداوم زي الدوام، هروح مع النادي، يروحوا القصيم، بريدة، يلعبوا في جدة، انا معاهم لانه لسه عقدي ما خلص، فطبيعي. أو في خلاف بين المدرب، إدارة الاتحاد مو قادرة تحله. شفت الرؤيات اللي أنا قلتها ليكم، أو الفكرة اللي عندي، هذا ترى فكرتي أنا وتخميني، لا با يعني مثلا تقولوا إنه بتمصدر بكلام أو إني بنقول كلام، أنا عمري ما قلت مصادري الخاصة، أنا ما أحب كده، وإنتوا خذوا بيها. حكاية الانضباط هذه تراودناها كلنا مع بعض، ليه؟ لأنه إحنا شفنا زكريا وفرحنا بزكريا، طب توقف زكريا، يلا ها حلوها، وعندك با مسعود، طب من عندك تاني؟
ألعب بثلاثة وسط؟ أعطوني حل إنه إحنا نطالب بحمدان الشمراني يكمل معانا 6 مباريات، ويقدر حمدان يديك حكاية إنه تجيب من الشباب أو درجة الشباب ولسه تدربهم وتدخلهم رتم المباراة وتثق فيهم. راح الوقت، حمدان جاهز. معليش تنازل المدرب وتتنازل الإدارة وتنازل حمدان عشان ناخد الدوري. أنا ما هسامحكم إذا ما أخذنا الدوري الموسم ده أو من دحين. دبروا لكم شماعة تعلقوا عليها الأخطاء، الإدارة أو حمدان أو نونسحته. فأنا ما أتمنى هذا الشيء في الفريق. إحنا عندنا فريق قوي، فريق مرعب، فريق شجاع، رجال داخل الملعب تعتمد عليهم. شفنا مضلة مستوى الناشري، ايضا با مسعود. انا ما قاعد اسقط عليه واقلل منه، بس انا هذا رايي الشخصي، انا ما بثق فيه. لكن شفناه لما يكون في ركلات جزاء بيسدد. الولد عنده مهارات. هيلدر كوستا استبعاد استبعاد. طب ليه؟ ما انت شايف العبود بيشتكي، البيشي بيشتكي، روما بعض الاحيان بياخذ لك شوطين ويبدا يتعب. تمارين، ضغط التمارين صباحي مسائي، اللاعبين ما بيرتاحوا. استنزفوا لاعبين الاتحاد، بس هذا كله لجل عيون الاتحاد والجمهور. لازم يشترك حمدان الشمراني في المباريات. اتمنى صوتي يوصل وانتوا تقدروا تساعدوني. لازم، انا ما عندي استعداد انه يكون في اخطاء تانية. اول قلنا معليش، فهد المنشطات، كريم الاحمدي طاح، حجازي شارك في المنتخب المصري ورجع مصاب وتعالج 6 و8 شهور، كورونادو قعد 2 شهر، توقفات الدوري كانت الى 70 يوم او 71 يوم، صار ممل. طيب اذا ما اخذت انا الدوري الموسم ده، هعلق الاخطاء على اي شماعة؟ أنا ما أبغى أوصل لهذه المرحلة، أو يوصل جمهور الاتحاد لهذه المرحلة. لازم بإذن الله تعالى تعدي التعاون وأبها والهلال، خلاص. حكاية إنه الهلال انهزم من الفريق الياباني ونفسيته تعبانة وخرج من آسيا، بوم أخذ الدوري. تخيلوا؟ احنا كنا نقول بينه وبين النصر 9 نقاط، الحين صارت 6. اوكي، 3، سوري 6 وصارت 3، انا اسفه. اوكي طيب، تدحين ما بينك وبين المتصدر الى 3 نقاط، والنصر هيلعب. لكن لما تفوز اليوم بإذن الله برضو بعدت عن المتصدر أو الوصيف أو أيا كان. أوكي؟ برضو بعدت 6 نقاط، فزت بعدت 6 نقاط. ها؟ كده أحسن ولا نتهاون اليوم في المباريات ونخسرها ونقول والله تعبنا وقدمنا اللي علينا والشباب ما قصروا؟ ودائما نقولها، إحنا بنونس بعض بدي الكلام. أنا صرت أكرهه. رسالة لجمهور الاتحاد اللي حاضر اليوم في القصيم وعلى راسي يا سكر القصيم، ولكن الناقل الرسمي ما بينقل الأخطاء اللي بتكون في حق فريق الاتحاد. انتوا ألقطوها نزلوها على اليوتيوب عشان نقدر نطالب لجنة الانضباط. يعني طلال آل الشيخ أو طلال الشيخ قال كلام أصعب من حامد البلوي ودفع 80,000. حامد البلوي دفع وتوقف 4 مباريات. ليه؟
مو من حقنا نفهم يا لجنة الانضباط ليه؟ لو كمان في استئناف. زكريا هوساوي انطرد وتعاقب وغرم 25,000، توقفوا 6 مباريات لنهاية الدوري. إيش الحقد ده على الاتحاد؟ ليه حابين توقفون الاتحاد بأي طريقة؟ الاتحاد ليه؟ هذا ظلم، ظلم. عشان كده أقول لكم يا فريق الاتحاد لا تركزوا مع التحكيم ولا لجنة الانضباط ولا بطيخ، العبوا اليوم بمرجلة، وروهم اللعب كيف. حرموكم من أي شيء في صالحكم، بس إحنا خدنا 3 نقاط غصبا عنكم. في أحلى من كده؟ ما أتوقع في أحلى من كده. أتمنى التوفيق لفريق الاتحاد، وأنا كتبت على البوست مباراة مقلقة عن جد. فترة التوقف هذه اللي توقفوا فيها الاتحاد، أنا ماني عارفة كيف هيلعبوا اليوم بصراحة. ولازم يكون في تنوع في الهجوم. في فرق بين تنوعك في الهجوم وتغييرك للهجوم، وشفنا مع الهلال مع الفريق الياباني لما نغير هجوم تشكيلة طريقة الهجوم وتشكيلة الهجوم اوكي وخلاه بمهاجمين خسر. وفي فرق لما تنوع الهجوم، في فرق. تبادل الأدوار، طارق حامد ما بيقصر بصراحة، وليس تقليل من هنريكي، بالعكس هنريكي بعد حين تشوفه 9.5 جنب حمد الله وبيساند الهجوم، يعني انت اعتبر هنريكي من الهجوم. لكن في الوسط الفرعوني طارق حامد ما هتمر. اتمنى ما يكون في اخطاء اليوم من حجازي ولا من شرحيلي. مضله صار بيهاجم وبيعرض، ممتاز. انا احتاج اظهره دفاعيه وهجوميه كمان. لا تستهينوا يا جماعه بكورونادو بليز. لا حد يحط لي بوست لكورونادو تحطوا عليه اكس، غلط اللي انتم بتسووه، غلط. كورونادو بيعطي على قد ما بيقدر. مين بيخرج لك الكوره من عمق الملعب غير كورونادو؟ روما. مين بعض الاحيان بيساند الاظهره؟ روما. وبيتراجع. لا 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 تعملوا دي الاشياء. كل ما لاعب ما عجبكم في مباراه واحده عملتوا عليه اكس، ترى ما هيمشي. قاعد لك انا موقع موسمين، احنا ما بنلعب. ادعموا على قد ما تقدروا، ادعموا. عندكم انتقاد بناء على راسي، عندكم مطالبات بادب واحترام على راسي. لا تستهينوا باي لاعب اكس، هذا ما ينفع، هذا يمشي، هذا لا. ادعموا، عندكم 6 مباريات. اللاعبين اذا شافوا الدعم ووقوفكم وحضوركم ترى هيحرقوا لكم الملعب. ليش احنا عملنا ايقاف للتيفو؟ لانه بيشتت اللاعبين، بيصير عليهم ضغط اقوى. بيشوفوا التيفو والحضور بيصير عليهم ضغط قوي، لازم اليوم نفوز، واذا ما فازوا هناخد على راسنا من الجماهير. لا، نبغى حضور ذهني اليوم، تركيز، حلول، استحواذ إيجابي مش سلبي. تجي الكرة عندك تفكر، مو وقته. لازم يكون عندك حلول زي تاليسكا، زي بانيجا. لازم تحاولوا توصلوا الكور لحمد الله. تنوع في الهجوم، الدفاع، الدفاع بليز. انتبهوا من اللاعب نالدو، نفس طريقة الصربي مشاكس، هيضايقكم على قد ما يقدر ويطلعكم من رتم المباراة. لا تعطوه هذه الفرصة. هذا اللي أنا حبيت أوصله ليكم عن مباراة التعاون والاتحاد، وبالتوفيق للعميد، وإن شاء الله نتقابل بعد المباراة ونقول لبعض مبروك. يعطيكم العافية وشكرا لكم. إنكم تقلدونا ممكن، بس إنه يلبق لكم
لك فشرته. نحنا فوق 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 نكوي نار الشوق، لضعيفي يبيعي سكوته.